اهلا بحضراتكم من جديد، فجديدا من فقرات هذا الصباح واخر فقره ايضا فيها في الحياه. طبعا بشره خير اسم على مسمى، الشباب هيكون لهم نصيب ان شاء الله في منطقه قناه السويس، مش بس الشركات الاجنبيه كما يقال او الاستثمارات الكبرى اللي بتقدر بمليارات الدولارات، لكن المره دي ان شاء الله هيكون للشباب والمستثمرين الصغار وبالتحديد طبعا من مدن القناه ومنطقه سيناء هيكون لهم النصيب الاكبر في هذه المنطقه. المنطقه دي حوالي كيلومتر مربع هتكون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأقمشة، الإلكترونيات، الصناعات الصغيرة، الصناعات المتوسطة، كل من هو فكر متوسط أو يعني يقدر بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إن شاء الله يكون ليه نصيب كبير في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس، مش هتكون للشركات الكبرى، وإن شاء الله كمان يكبر ويكون من ضمن الشركات الكبرى اللي تكون في المنطقة دي اللي بتقدر طبعا استثماراتها بمليارات الدولارات، لكن المنطقة دي طبعا لصغار المستثمرين وبالتحديد البشرى صار ان كل مدن القناه ولمدن سيناء ايضا من الشباب في كل مكان. خلينا نرحب بضيفنا الكريم اللي بيرافقنا في هذه الفقره وصديق العزيز دكتور هشام البحيري، استاذ اداره الاعمال بجامعه القاهره وخبير تطوير المشروعات الصغيره والمتوسطه. مشرفنا دكتور. شرفنا يا استاذ. صباح الخير عليك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على الساده المشاهدين. اهلا وسهلا. اسمح لنا دكتور نطلع التقرير بس نشوف فيه مستجدات ونطلع نتابع الحوار مره اخرى ان شاء الله. اتفضل. نتابع مشهد الكرام. باستثمارات تجاوزت المليار جنيه وافق مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مشروع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يقام في منطقة القنطرة غرب على مساحة كيلومتر مربع والتي ستطرح للشباب خاصة بمدن القناة وسيناء. وأكد الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية للقناة أنه سيتم من خلال المشروع إنشاء مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولك في صناعات الأقمشة والملابس الجاهزة ومواد التعبئة والتغليف والأدوات الكهربائية والصناعات الهندسية والمستلزمات الطبية. أضاف ماميش أن المشروع سيقدم مميزات لشباب مصر عامة وشباب سيناء بشكل خاص، حيث سيوفر أكثر من 35 ألف فرصة عمل للشباب. ومن به كشف نائب رئيس الهيئة اللواء عبد القادر درويش عن مراحل المشروع والتي تنقسم إلى ثلاثة مراحل، حيث تقع المرحلة الأولى على مساحة 300 ألف متر مربع وتتضمن البنية التحتية للمشروع وإنشاء المجمعات وتنتهي في عام 2020. أما المرحلة الثانية فستقام على مساحة 300 ألف متر مربع وتنتهي في عام 2022، والثالثة على مساحة 400 ألف متر مربع وتنتهي في عام 2024. وبدورها قالت جمعية اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة إن ستقدم الدعم الفني والمهني لمشغل الوحدات من خلال إعداد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لتوضيح الأهداف والمهام والمسؤوليات للمشروع ومساندة الشباب في تطوير مشروعاتهم. اهلا وسهلا من جديد مشاهدينا الكرام، برحب مره اخرى بضيفنا الكريم دكتور هشام الحيري استاذ اداره الاعمال بجامعه القاهره وخبير تطوير المشروعات الصغيره والمتوسطه. شرفنا دكتور. ده شرف لينا ربنا. في الحقيقه طبعا يعني موضع قدم او يكون في موضع قدم للشباب في منطقه قناه السويس ده كان حلم كبير جدا. تمام. كان اعتقد كان صعب لحد ما سمعنا هذا الخبر السعيد ان يكون في تخصيص كيلومتر مربع للشاب للمشروعات الصغيره والمتوسطه، ده خبر سار جدا لان احنا المنطقه دي كانت مخصصه للاستثمارات يعني بالمليارات الدولارات للشركات الاجنبيه. شايف حضرتك الموضوع ده ازاي يا دكتور؟ والله انا ده يعتبر يعني استكمالا للجهود اللي بتعملها الدوله دلوقتي في الاهتمام بالشباب من خلال مؤتمرات الشباب والاستماع لصوت الشباب. لازم الشباب وفي كل محافظات مصر يكون لهم دور ويكون في نوع من انواع الاهتمام بيهم. جميل في المشروع المره دي ان هو في منطقه القنطره غرب، والمنطقه دي يعني هتخدم ابناء الاسماعيليه وبورسعيد، منطقه قناه السويس، بالاضافه لمنطقه اهالي سينا اخواتنا الاعزاء. وبناء عليه هنا التوجه بدا يتحول من الاهتمام والتركيز بعمليات الاقراض في المشروعات الصغيره والمتوسطه في القاهره الكبرى الى الخروج الى شمال مصر. جميل جدا برضو لما يبقى في مثل هذه المشروعات الكبرى تتعمل في الجنوب وتتعمل في المنطقة الغربية وتتعمل في المنطقة الشرقية. لازم نهتم بكل شباب مصر، وأنا بحيي القيادة السياسية إنها قدرت إنها تخصص هذه المساحة تعادل مليون متر لشباب. طبعا المشروع ده مدة تنفيذه هي 6 سنوات، هيتنفذ على 3 مراحل، كل مرحلة هتاخد سنتين، يعني من 2018 2020 ثم من 2020 2022 2022 ل 2024. فالفترة الإجمالية هي 6 سنوات هيبقى فيها المشروع تم في مراحله الثلاثة. الجميل
جدا ان الدولة بدأت المرحلة الاولى بمسألة تجهيز البنية التحتية، لان الف به في اي استثمار واي صناعة هي تجهيز البنية التحتية. لان احنا بنلاقي كتير جدا من الشباب بيشتكي مثلا لما جم في مجال الاستثمار الزراعي، يقول انا ما عنديش الطرق، ما عنديش الخدمات اللوجستية، ما عنديش الخدمات التسويقية المختلفة والدعم الاداري والدعم التكنولوجي والدعم المالي الملائم. لكن احنا لما نبدا نجهز ده للشباب، يبقى احنا في هذه الحاله احنا بنوفر لهم الفرصه للنجاح، المناخ الاستثماري والتسهيلات المختلفه هي الف ب نجاح اي مشروعات سواء كانت صغيره او متوسطه وايضا اذا كانت كبيره. وبناء عليه الطريقه هنا في اداء اتحاد الصناعات لما تقدم بهذا المشروع للهيئه الاقتصاديه لقناه السويس طريقه متميزه، وبتعكس اختلاف في عمليات التخطيط والاهتمام بالشباب زي ما حضرتك تفضلت، وخصوصا ان المستقبل هو للشباب، لان مصر تعداد سكانها 60% شباب. وبناء عليه دايما لازم نشجع اي خطوات للاستثمار في مجال الشباب. عايز بقى سؤال لدكتور بقى مختلف، احنا عملنا الفكره ده قبل كده مش جديده، تمام، خصصنا مناطق قبل كده للشباب في كذا مكان، منها مثلا الروبيكي، منها مش عارف ايه لصناعات الجلود، صناعات متخصصه، ما جابتش الجدول اللي احنا مستنيينها قوي. ازاي بقى نخلق فكر مختلف في المنطقة دي عن المناطق السابقة، ونستفيد من تجاربنا السابقة في المناطق دي، ونشوف فكر مختلف يليق بمنطقة قناة السويس؟ في كل دول العالم اللي بيقوم اقتصادياتها على مشروعات صغيرة ومتوسطة بيهتموا جدا، في دول شرق اسيا وايضا الاقتصاد الامريكي والمانيا واليابان كلهم بيقوموا على مشروعات صغيرة ومتوسطة. نسبة المشروعات الكبيرة ما بتبقاش نسبة كبيرة زي الناس متخيلة. مشروع صغير ومتوسط علشان ينجح هو محتاج لحاجة اسمها إدارة المشروع الصغير. والمشكلة مش انك تديني فلوس، المشكلة انك تعلمني كيف استغل واستخدم هذه الاموال. وبناء عليه انا شايف ان في دور كبير جدا للهيئة الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، ان شاء الله صدر قرار جمهوري بانشائها وفي سبيلنا لتنفيذ الايام وفقا للمعلومات اللي وردت خلال الايام الماضية. الهيئة دي هيبقى لها دور كبير جدا في تأهيل الشباب على ادارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. المشروع الصغير عشان يدار محتاج لفئة معينة اللي هم بنسميهم الانتربرينورشيب، الناس اللي هم المبارين المبتكرين، الناس اللي هم عندهم رغبة في التحرر من العمل الحكومي التقليدي، وبدل ما يبقى هو مسؤول من ناس يبقى هو مسؤول عن ناس. وبناء عليه احنا محتاجين لشخص يعرف هو يدير هذا المشروع الصغير. ولكن سؤال حضرتك كيف نختلف هذه المرة في توفير سبل النجاح؟ في الحقيقة احنا لازم يبقى عندنا حاجة اسمها حاضنات اعمال. حاضنات الاعمال دي هي بتقدم الدعم الكامل سواء في تقديم حلول تسويقية، حلول في مجال تفكير تطوير المنتجات، موضوع الخاص بحل المشاكل الخاصة بالعمالة وتطوير الخامات والمعدات الى غير ذلك. ايضا النظرة المهمة جدا ان لازم يبقى في حلول تسويقية. دايما مشكلة اي مشروع ان انا ازاي اعرف اسوق هذا او منتجاته او مخرجاته. وبناء عليه لازم يبقى فيه اهتمام كبير جدا انك انت تهتم بالنشاط التسويقي. في فرق ما بين ان انا انتج ما يمكن بيعه وبيع ما يمكن انتاجه. وبناء عليه احنا محتاجين ان احنا نعلم الشباب كيفية دراسة الاسواق، القيام ببحوث التسويق، علشان خاطر لما ينتج المنتجات بتاعته يبقى ليها تصريف او ليها عميل يعرف ان هو يشتريها، بدل ما يتعار ويبقى عنده منتجات غير قابلة للتداول او غير قابلة لدورانها، فيبقى في نوع من انواع الركود فيحصل الفشل وهكذا. لكن انا دايما بشجع كل شباب اللي هو الاهتمام بمسألة اقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لان هيختلف الشاب اللي يعرف يشتغل في مجال المشروع الصغير عن انه يبقى موظف عادي بينتظر العمل الحكومي او العمل الخاص. طيب ده برضو ممكن يا دكتور ياخدنا لفكرة برضو التدريب. تمام. يعني فكرة التدريب ان احنا مثلا واحد يكون عنده بدارة الفكرة او الفكرة تكون في مهدها، فبالتالي محتاج تدريب عشان تكبر الفكرة بتاعته، ونحط له دراسات الجدوى، مفيش ما يمنع ذلك اطلاقا، نحط له دراسات الجدوى ونخف شوية من شروط البنوك المعقدة جدا اللي بتعرقل اي مشروع المشروعات الصغيرة المتوسطة نتيجة للتعسف الكبير في استخدام الشروط الخاصة بشباب الأعمال. تمام، أتفق مع حضرتك تماما. إحنا محتاجين لنوع من أنواع التسهيلات. في فرق إنك أنت تاخد الأمور بجدية، وفي فرق إن أنت تصعب أو تعرقل أمام الشباب فرص
الحصول على الأموال. من فترة وزارة الاستثمار أطلقت مبادرة اسمها فكرتك مشروعك، اللي هي كبرش كشريك مع كتير من الشباب في المشروعات. أتمنى أن في المشروع الجديد بتاع بشرة خير برضو وزارة الاستثمار يكون لها دور في مسألة مشاركة الشباب وتقديم الخبرة اللي هما بتنقصهم، أنك أنت تقدم له الخبراء المتخصصين اللي يعرف يقدموا له النصائح والمشورة والحلول المختلفة لكتير من الإشكاليات اللي ممكن تقابلهم في بادئ حياته، خصوصا أقصى الخبرة زي ما قلت لحضرتك. مهم جدا في كل شاب ان هو لازم يقرأ، لازم يتدرب زي ما حضرتك قلت. في برامج تدريب كتير جدا لمسألة إدارة المشروع الصغير. ما ده دور المتخصصين ازاي يا دكتور بقى؟ الله يخليك. يعني ده دور متخصصين بقى الناس الخبرة في مجال التدريب يعني. احنا في خدمة الشعب المصري وفي خدمة كل شباب مصر دايما احنا بنفتح ايدينا لكل حد عايز يتعلم او يتدرب. ما تتخيلش حضرتك ان الشباب لما يتدرب يتأهل هيعرف ان هو ينجح، والنجاح ده معناه نجاح للاقتصاد كله، وبناء عليه انك انت توفر فرص لتدريب وتأهيل الشباب في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحتى في مجال السوفت سكيلز اللي هي البرامج الخاصة اللي بتعده وبتخليه مختلف، بتخليه عنده قيمة في إدارة المشروعات وعنده خبرات. ممكن انت مش شرط انك تبدأ من حيث بدأ الناس، انت ممكن تبدأ من حيث انتهى الناس. يعني ممكن من خلال الخبراء المتخصصين ان يعملوا عملية نقل الأفكار ونقل المفاهيم الصحيحة لكتير جدا من شبابنا من خلال ورش العمل ومن خلال التدريب اللي من خلاله بيوفر له فترة طويلة جدا من فترات اكتساب الخبرة خلال حياته في المشروع الصغير. برضو فكرة التخصيص بقى دكتور يعني شباب القناة وشباب مناطق سيناء في الحياة وفي فكر مختلف، أو الفكرة دي يعني حسنا فعلا من قام بهذه الفكرة، لأن الشباب لما حضرتك تزور سيناء أو تزور مثلا منطقة الإسماعيلية، منطقة تويس، منطقة بورسعيد اللي هي منطقة القناة بشكل عام، الشباب بيشتكي دي. يعني احنا المفروض يكون لنا أولوية، المفروض يكون لنا فرصة، المفروض يكون، فالموضوع ده ممكن يديهم فرصة كبيرة جدا. شايف فكرة تخصيص جزء المشروع ده للشباب سيناء ولشباب منطقة القناة يكون الفكر عامل ازاي؟ ده فكرة ممتازة جدا، لان احنا لازم كل شباب مصر يحظى بنفس القدر من الاهتمام، ما يبقاش التركيز على القاهرة الكبرى فقط. منطقة القناة ومنطقة دينا تحديدا تحتاج لمزيد من المشروعات وتحتاج لمزيد من الاستثمارات في مجال البنية التحتية ومجال إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة والعملاق أيضا، لأن فعلا إحنا لفترة طويلة نتيجة للظروف السياسية وظروف الحروب اللي مرت بها سيناء وأيضا ظروف الإرهاب الحالية اللي إن شاء الله ربنا ينصر مصر على الإرهاب ودعاة التطرف. مهم جدا إن إحنا نهتم بمسألة الاستثمار. لما تستثمر وتنمي أنت بتعمل نوع من أنواع الإحلال، ما يبقاش مكان زي سيناء مكان لمرتع للإرهابيين أو مخزن لكل فكر متطرف. لا، إحنا عايزين في استثمار وفي مشروعات وفي حركة. الشباب بتوع قناة السويس محتاجين جدا للتعمير. منطقة قناة السويس الجديدة محتاجة فعلا مزيد من المشروعات. الفكرة اللي معمولة دلوقتي بمشروع بشرة خير أتمنى تكرارها في كتير جدا من المناطق زي مرسى مطروح، زي حات، زي صعيد مصر. فعلا لما يبقى الدولة بتهتم بشبابها في مختلف ربوع مصر، ده بيعتبر نوع من انواع الاهتمام اللي احنا كلنا نشجعه. مش عندنا مشاكل على الاقل يعني، لا في تطرف ولا في ارهاب ولا في، لان البطاله وقله التعليم هي السبب الرئيسي في وجود خلق فكر صحيح متطرف. بيخلي يعني الشباب بيروح للفكر المتطرف نتيجه لعدم انشغاله او عدم وجود فرص عمل. البطاله حضرتك تفضلت نقص خطر شديد، لابد كلنا ان احنا نسعى دائما ونضع ايدينا في بعض القضاء طيب عليها. دكتور هشام، سؤال اخير لحضرتك. طبعا كان في خبر يمكن متصدر كل جرايد النهارده، كان في لقاء الرئيس بالامس مع رئيس شركه سيمنز ومجموعه من المثمرين طبعا في شركه سيمنز، دعاهم لانشاء اكاديميه للتدريب او كليه للتدريب ومعهد متخصص لتطوير الفكر الفني والتدريب الفني، وده طبعا جزء من التدريب والتطوير. لان شركه سيمنز يعني شركه رائده جدا في مجال الالكترونيات ومجال الكهرباء، وساعدت مصر كتير برضه في الحقيقه في سد الفجوه الكهربائيه اللي كانت موجوده في السنوات اللي فاتت. شايف الفكر المختلف اللي بيفكر الرئيس وفكر كمان خاص بالتدريب في الحاجات المتخصصه عامل ازاي؟ هو يا استاذ عمرو جميل جدا ان احنا نفهم ان التدريب نوعين، في
تدريب إداري وفي تدريب تقني وفني. في الحقيقة إحنا في مصر عندنا فعلا نوع من أنواع القصور في مجال التدريب التقني والتدريب الفني. الفكرة اللي عملها سيادة الرئيس إن إحنا نبدأ نهتم بمسألة التدريب التقني والفني وبالذات تدريب في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات. ده فكرة ممتازة جدا. دايما لازم يبقى فيه وعين جميل قوي إن يبقى فيه نوع من أنواع التنويع. يعني إحنا في الأكاديمية الوطنية كان فيه تعاون مع المدرسة الفرنسية ودلوقتي بنتكلم مع الألمان وبناء عليه التنوع واكتساب الخبرات من كتير من الدول ده يخلق كتير جدا من الثقافات المهمة جدا وبيعمل نوع من أنواع التطوير لشباب مصر. مهم قوي فعلا ان احنا نهتم بشكل متوازي ما بين التدريب الاداري مع التدريب الفني والتقني. التدريب الفني والتقني ده بيوفر برضو فرص عمل كتيرة لان كتير جدا من الشركات الصناعية في مصر سواء كانت في القاهرة الكبرى او حتى في ربوع مصر مختلفة او اجزاء مصر مختلفة بتعاني من عدم وجود المتخصصين او الحرفيين او المهنيين اللي هم بينقرضوا بعد فترة نتيجة لعدم وجود مدارس فنية او تعليم تقني وتطبيقي بشكل كبير. الاهتمام بمثل هذا التدريب يخلق فرص عمل هيقضي على نسبة كبيرة جدا من البطالة اللي هي موجودة في كتير جدا أو بتصدم كتير جدا من شبابنا. هتوفر للشركات وبالذات للمشروعات الجديدة والعملاقة زي في منطقة قناة السويس أو غيرها هتوفر لهم شباب مدرب ومؤهل. أنت لما تجيب يا أستاذ عمرو شركاء أجانب أو مستثمرين أجانب ويجوا هنا ويبحث عن موظف وبيبحث عن موظف مدرب ومتأهل صح. مش هيبدأ يقول لك أنا عايز واحد أعده وأبدأ أصرف عليه سنوات وبناء عليه كل ما نتعب على نفسنا دي إحنا بنسمي هنا حاجة مكلية أكتر إن شاء الله. طبعا هي اسمها الاستثمار في الذات. إن كل واحد لازم يتدرب حتى لو لم تتوفر لك فرصة التدريب من خلال الدولة. اتعب أنت واستثمر اشتغل على نفسك واصنع نفسك علشان تعرف تنجح. اصنع فرصتك لنفسك يا دكتور. تمام عمرو بيك. شكرا جزيلا دكتور هشام شرفتنا وسعداء دائما بوجودك. شكرا جزيلا فندم هشام البحيري أستاذ إدارة الأعمال بجامعة القاهرة خبير المشروعات الصغيرة والمتوسطة. شكرا جزيلا لك يا دكتور. شكرا يا فندم. شكرا سادة المشاهدين. إذا مشاهدينا الكرام دي نقطة ختامنا. نتمنى طبعا من كل شاب مصري بيحيى على مصر أن يكون له دور كبير جدا في المساهمة في التنمية لنفسه أولا ولمصر ثانيا. شكرا جزيلا لحضراتكم. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. غدا بإذن الله فريق عمل جديد من برنامج هذا الصباح. ابقوا معنا دائما على شاشة النيل. إلى اللقاء.